فنتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تطبيق تيك توك. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بدأت فنقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سنقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تيك توك خاص بكم، من ثم سنقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري. بعدها سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعدها سنقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت. بعدها بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة.